شيء جميل. اعتقد ان هو يرفع من مستوى اللاعبين يعني ان هم يتدربوا يعني فتره صباحيه وفتره مسائيه، فده شيء كويس هيكون يعني ايه يزود الاحمال البدنيه بتاعتهم للافضل يعني، وده شيء يكون مثمر ان شاء الله ويكون في صالح النادي الاهلي ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين انه هذا النظام نظام بقالنا 3 سنين او اكثر الاهلي ما خدش الخطوه دي نظرا لتلاحم المواسم، فطبعا دي فرصه كبيره جدا ان احنا نحاكي على الاقل حتى اللي بيحصل في اوروبا. النظام الاوروبي ان اللاعب مرتبط بالنادي اكثر من ارتباطه باي مكان تاني، في نظام صباحي وفي نظام مسائي، يكاد يكون اللاعب بيقضي يومه في داخل اروقه النادي. فالمدير الفني الجديد لديه رؤيه جديده انا بحييه عليها وسعيد بها جدا. هو حلو جدا لان هو بيعلي كفاءه اللعيبه المجهود البدني حتى ما يتعبوش من اول شوط مثلا او كده. هيجيب نتيجه ما دام الجهاز الطبي عارف الكلام دوت والمدرب فهو بايدهم كل حاجه. المدرب الجديد بصراحه نظام اليوم الكامل دوت احسن حاجه اخترعها، ان هو يعني مشاهم عليها، هم فعلا محتاجين تراجع مستوى البدني بتاعهم، البدني يرجع يقلى تالي. شيء كويس ساعد لعيبه لرفع الحمل البدني عندهم، بيبقى افضل للعيبه حتى الجداد يتداخلوا مع بعض مع اللعيبه القديمه وينصهروا مع بعض ان شاء الله، يبقى مستقبل احسن للفريق النادي الاهلي. نظام جديد هيساعد اللعيبه اصلا في تحسين مستواهم، وان شاء الله السيزون الجاي يبقى احسن واحسن من السيزون اللي فات باذن الله، وناخد الدوري ان شاء الله. افريقيا يا اهلي.